السلام عليكم يا جماعة. اليوم بدي أحكي موضوع مهم جدا والله للغاية، اقسم بالله والله شاهد على ما أقول. إني يا جماعة شفت رؤية في المنام إن الجنة فقط للبدو، يعني الله يعني سوى يعني عمل الجنة للشعب البدوي، يعني إذا ما كنت بدوي لا تحاول، مش راح تخش الجنة، لأن الجنة فقط للشعب البدوي. مكتوب على باب الجنة، أنا شفت في عيني، أقسم بالله شفت في عيني يا جماعة، مكتوب على باب الجنة فقط الدخول مسموح إلى البدو، يعني إذا ما كنت بدوي على الفاضي، يعني قد ما تعمل في حياتك مش راح تخش الجنة، لأن الجنة انخلقت للشعب البدوي فقط يا جماعة. قبل كم يوم مات واحد بدوي، أتصل عليه هاتف، يعني حكي لنا وياه على التلفون، قال لي أنا في الجنة، يعني هذا تأكيد على كلامي إن الجنة